معظم الشباب كان شباب جامعي، وكانت نساء متعاطفات. 98% كانوا مرتبطين بأفراد من عائلتهم. العودة من الجحيم بين الإرهاب والجبل بعيون التائبات. قالوا نطلعوا معنا، طلعت في 95. خويا الكبير قال لي لازمك تجي، هما تبعوا الطريق هذيك. حنا قالوا لنا ما قالوا لناش، كانوا دايرين برارك بالزنق ونرقدوا فيها. قلت نجاهدوا في سبيل الله كما قالوا لهم. كما هي محتمه عليهم دوك، انت وحده كي تقتل راجلها اش راح دير؟ غدا راح يخدم عليها حتى معليها تزوج؟ ما عندي شغل، هما بالك حابين يزوجوني باه ما نهبط. فيه زمرة كبيرة من الأطفال من ولدوا في شعب الجبال. في الجبل قروش يشاف طوموبيل تخلع منها راح يجري للدار، كي قاتلو جداته وش بيك قال هاني شتي كوبتير. حتى شفتي انت لما كنت تصوري فيهم يعني يتعجبون من وضع الكاميرا. قالوا فرقت لي داري ما نسمح لكش، قالوا درك جاي ليا. عائدات من الجبل، قصص إرهابيات تائبات، تتابعونه في الأوقات التالية.